يا مرحب في شغل عالي، أول برنامج مصري بيتكلم عن الشغل وبيئة العمل وتفاصيلنا الخاصة جداً، الموضوع اللي بيمثل تلت حياتنا. في كل حلقة هنركز على شغلانة بعينها وهنتقابل مع واحد من كبارات الشغلانة دي، ونرجع نكشف بعض الكذبات اللي أحياناً بيكذبها اللي بيشتغل في الوظيفة دي، وكمان أشهر 10 تحديات في حياته. ولأن عينينا طول الوقت على المستقبل، هنتعرف على مستقبل الشغلانة.